والذي أوصي به في هذا المقام كثرة الدعاء، كثرة الدعاء لا تنقطع، ألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. والثاني بذل الأسباب في التحري عن الصالحة التقية الحسنة الطيبة الجميلة. يسعى الإنسان السعي، لابد فيه من تحري وسؤال وطلب وهمة. الآن بعض الشباب في البيوت قد يصل إلى سن متأخر وأهله معه في البيت أصلا ما ينشطون للسعي في زواجه، ما ينشطون في السعي في زواجه، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا بارد فاتر، ما رب، حتى بعض الأباء ربما يقول ما عنده شيء، هذا بارد، ما حتى أحيانا لو عرضوا عليه يقول بعدين. فهذا مرض ومضرة على الشاب عظيمة جدا، فينبغي أن يبذل السبب ويسعى ويجتهد. حدثني أحد الأفاضل عن زواجه، يقول تزوجت وعمري 16 سنة وكانت في رغبة قوية جدا، ودخلت على والدي قلت له زوجني، قال أنت صغير، عدت عليه زوجني قال أنت صغير، قلت له شوف أنا ذمتي برئت، إن صار لي أي شيء في ذمتك أنا ذمتي برئت، زوجني. مثل هذا الرغبة والحرص والهمة تفتق خيرا وتولد خيرا وتوجد بركة بإذن الله سبحانه، وما يبقى الإنسان متبلدا وباردا فاترا. وإن كان الله قضى لي زواج يأتي، وجالس ما ينشط ولا يتحرك ولا يبذل الأسباب. فهذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أن يسعى في أبواب الرزق، يجعل له شيئا من الدخل من المال، يسعى يجتهد في هذا المقام. والله سبحانه وتعالى وحده جل وعلا ولي التوفيق والسداد. وأختم بقصة مليحة طريفة جميلة. وفي هذا الباب أحد الأفاضل يحدثني عن زواجه، يقول خطبت من بيت صالح ابنتهم فقبلوا، ولما جاء موضوع المهر قالت البنت أنا لا أريد منه مهرا إلا نسخة من صحيح البخاري، ما أريد غير هذا. يقول فاشتريت نسخة من صحيح البخاري و قدمتها وكتب العقد ورزق منه ذرية صالحة، رأيتهم صغارا، رأيتهم بنفسي، وأتوسم فيهم خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. فرويت هذه القصة مرة في بعض المجالس، فأتاني أحد طلبة العلم وقال لي يا شيخ هل لها أخت؟ أريد أن أمهرها الكتب الستة.